The teacher begins the lesson with direct instruction using photos to introduce new vocabulary. Checks for understanding are true, false, either or, and ultimately open-ended questions. نحن درسنا العائلة أم أم أب أخ وأخت وخال وخالة وعم وعمة وماذا أيضا؟ أخ أخت ماذا أيضا؟ جد جدي جدة عم عم خال خال خالة خالة. طيب اليوم سندرس عن هذه السور. عن ماذا درس اليوم؟ ها مرة أخرى؟ هوايات. شكرا. الهوايات. طيب سنراجع العائلة وندرس عن الهوايات اليوم. هل تتذكرون هذا؟ هذا أب. هذا أبي. هذا أبي. أبي يحب. أبي يحب القراءة. القراءة. أبي يحب القراءة. القراءة. أي واحدة القراءة؟ هذه القراءة؟ لا. نعم أم لا؟ لا. لا. هذه القراءة؟ لا. نعم أم لا؟ لا. هذه القراءة؟ نعم. نعم. أبي يحب القراءة. أحمد، هل أنت تحب القراءة؟ نعم أم لا؟ نعم. ممتاز. ممتاز. أمي تحب الموسيقى. الموسيقى. أنا أحب الموسيقى. أمي تحب الموسيقى. أي واحدة الموسيقى؟ هذه الموسيقى أم هذه الموسيقى؟ واحد أم اثنان؟ واحد. أمي تحب الموسيقى. أمي تحب الموسيقى. أخي. أخي يحب يلعب ألعاب الفيديو. ألعاب الفيديو. ألعاب. ممكن نقول ألعاب إلكترونية. ممكن نقول ألعاب الفيديو. ألعاب الفيديو. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أي واحدة ألعاب الفيديو؟ أربعة. أي واحدة القراءة؟ خمسة. أختي. أختي تمارس. أختي تمارس وتحب الرسم. الرسم. هذا هو الرسم؟ نعم أم لا؟ هذا هو الرسم؟ نعم هذا هو الرسم. أنا أحب الرسم. إلايجا، هل تحب الرسم؟ نعم أنا أحب. أنا أحب الرسم. أنت تحب الرسم؟ أنا أحب. نعم أنا أحب الرسم. ممتاز. وأنت يا جابريل ماذا تحب؟ الرسم. الرسم. أنت تحب الرسم؟ ممتاز. ممتاز. طيب كل هذا، كل هذا اسمه هواية. هواية. القراءة هواية. ألعاب الفيديو، إذا أنا ألعب ساعات طويلة هذه هواية. الرسم هواية. الموسيقى هواية. الرياضة هواية. كلهم هواية وهواية وهواية. هوايات. هوايات. طيب هذه رسم أم رياضة؟ رياضة. رياضة. وهذه قراءة أم موسيقى؟ موسيقى. موسيقى. وهذا ألعاب فيديو أم رسم؟ رسم. رسم. وما هذه؟ ألعاب الفيديو. StarTalk is a program of the National Foreign Language Center, sponsored by the National Security Agency.